مساء الخير. من سبت لسبت يجمعني لقائي وياكم، وصدقوني قمت انطر هاللحظه بفارغ الصبر وانتظر رايكم وتعليقاتكم الحلوه كل اسبوع. اليوم مثل كل يوم مواضيع جديده وفقرات متنوعه، وحياتكم تشاهدونها في حياتي. ومن أجمل فقرات حياتي هي فقرة المطبخ، واليوم مطبخنا فني وفي نكهات ولمسات فنية على يد صديقة قديمة. هي فنانة غابت ورجعت لنا اليوم، بس ما راح نشوف عملها الفني اللي بترجع فيه، لكن بنشوفها راجعة بطبخة حلوة مثلها. ومساء الله بالخير نادية. مساء الله بالنور، واسمحي لي أمسي على المشاهدين، من زمان ما طليت عليهم، وإن شاء الله تكون طلة خفيفة حلوة كذي. أو من زمان يعني من 5 سنين أنا عدت لك إياهم. ما شاء الله عليك. راح نعرف إيش سويتي بالخمس سنين. طبختي؟ طبخت. أهم شيء تعلمت الطبخ. طبعا أكيد عشت حياتي. لا تعلمتي الطبخ؟ لا بفلص. ولو أنا دز لها واتساب أقول لها نبي طبخة تقول فطومة أنا ما أدش المطبخ. فهذا أول سؤال، تدشي المطبخ ولا ما تدشي؟ شوفي المطبخ أدشه، بس أسوي نسكافيه، أسوي بيض طماط، أسوي معكرونيا اللي ما أعرف أطبخ غيرها يعني. فأسوي أشياء خفيفة، توست وجبن وشي. اليوم شو بتسوي؟ اليوم بسوي معكرونيا اللي ما تعرفين غيرها؟ ما أعرف غيرها. البيت كله يحبون ياكلونها مني، حتى رفيجات ياكلونها من ايدي يحبونها. طبخه عشاء كذي خفيفه يعني بالنقانق. حلو. وبس ما حلو. كنت بسوي سلطه بطاط بس ما في طماط، ما نسيت اجيب، والمعد الشرير اللي معي اليوم نايف، اوجه له تحيه. أكيد. ما جاب لي، فكنسلنا السلطه. مو مهم، زلو جايبه، كان جايبه طماط مايه وياي. واحدة عرفتي؟ لا زين، خلاص. شنو المقادير اليوم؟ عشان نفتك، عشان تفتك بسرعة بسرعة يا معودة. أنا أول ما جيت قاعد يشوفون الشباب أبي أقصص البصل، وين هذا وين قصصته أنا؟ ما حد يعني، الناس ما تعرف إن أنت سويتي كل المقادير فعلا بنفسك. ما سهلة، ما يبي لها شيء. بصل، معكرونيا، ملح، زيت، فلفل، ومعجون طماط، بس سهلة. الحين بتسوين شيء تقصصين؟ تبيني اساعدك ولا اخليك تساعدين نفسك واروح فقره ثانيه؟ انت روحي شوفي، وانا حضرت هذيله النقانق. زين دام طردتيني. والبصل؟ لا مو طرده، بس انه على ما اذهب انا اموري وكذي. انت اصلا دام جبتي البصل انا راح اروح اتابع. بصل على فكره يعني ما عذبني وايد، و ريحته حلوه ما فيها شيء. اقص عليكم. اخليك مع البصل والنقانق والمكرونه وارجع لك بعد شوي، ولغايه ما تبتدي نادي المراحل الاولى في التجهيز خلوني اتابع باقي فقرات برنامج حياتي وارجع لكم. اناقه المراه وذوقها جانب مهم من جوانب حياتي، وحلو وايد ان كل امرأة تحاول تتماشى مع الموضة وتختار اللي يناسبها، خصوصا اذا كانت هالموضة مرتبطة بالوقت، لان الوقت عامل تحدي للمرأة في مختلف جوانب حياتها. اليوم بخليكم تضبطون ساعاتكم على ساعة حياتي، وبنشوف مع بعض هذا التقرير عن بعض الاشياء اللي على اساسها تختار السيدة الساعة المناسبة لها. يحرص الأغنياء والأثرياء حول العالم على اقتناء الأشياء الباهظة الثمن كالقصور والسيارات الغالية، وأيضا المجوهرات الشخصية والقطع الشخصية الثمينة كالساعات،
ويحرص أكيد صانعي الساعات والبراندات العالمية الشهيرة على استخدام العناصر الأكثر غلاءً كالألماس، الذهب، البلاتين وأكيد الأحجار الكريمة. وأكيد راح تشوفون عناصر وايد تزيد من سعر الساعة، واليوم يمكن راح نتكلم عن شيء جديد وهو الإي وارنتي. خلكم معنا. مساء الخير فادي. مساء النور يا هلا. احنا اخترنا وياك كولكشن من الموست اكسبنسيف واتشز عندك، بس نحب نوضح للمشاهدين على اي اساس الساعه تكون اكسبنسيف. هلا في شغله، اول شيء الشخص اللي بيفكر بالساعه، اوكي، الاشخاص اللي بتحب تقتني الساعات اللي هي لكشري براند بيطلع على الموديل اللي هو الهيستوري. يس. بيفكر بالهيستوري تبع الساعه، مثلا في عندك الساعات هي من زمان مصنعه كساعة برايتلينج. أول بداية لها كانت بـ 1884 من الساعات الهيستوري تبع القوية. الأشخاص اللي هن أون بزنس، اللي هي العائلة اللي لساعتهم انتقلت الملكية من شخص لشخص، الساعة اللي هي بتجمع كل الموديلات اللي هي بتناسب كل الأشخاص، من الساعة الكلاسيك، من الساعة اللي هي السبورت، من الساعة اللي هي البروفيشنال. فهن كأشخاص مهتمين بقصة قصة الهيستوري، انه تضل مثل ما هي وما تتغير ابدا. نعم، ووايد مهم انه يكون الاونر نفس الفاميلي وما دشوا وياهم اي شركاء. هنن كاشخاص هنن واتش ميكر. نعم، الواتش ميكرز. اوكي، احنا اخترنا، خلينا نتكلم اول شيء بدايه عن الساعه الحمراء. هلا الساعه الحمراء هي ساعه اسمها جالاكتيك، لاين من لاينات اللي هي بالبرايتلينج. طبعا هي الساعه 8 ساعه نسائيه، اوكي. بيندمج فيها دايموند، اوكي، والذهب بنفس الوقت، والمينا اللي هو المينا الصدفي. من الساعات الحلوه، السايز اللي هو مناسب للنساء، بلش السايزات من 31، فينا نقول 31 ل 36. نعم. ممكن يوصل لل 40 كسايز. ساعه. نعم. طبعا هي ساعه سويسريه 100%، كوست سيرتيفيكيت، انترناشونال وارنتي، الوارنتي تبعها 2 years، من الساعات الاوتوماتيك، الباور ريزيرف تبعها 40 اور. ففيك تقولي من الساعات اللي هي الساعات الحلوه للنساء. اوكي، وداخل الداخل الدايل تبعها طبعا العقارب كلياتهم، الهانس الموجودين والكرونوغراف كمان ذهب، الكوك تبعها ذهب. نعم. فهي من الساعات فيك تقولي من الساعات اللكشري. طبعا فينا نقول اللي هي سافاير كريستال، اللي هي الويندو، فينا نقولها ما بعرف شلون. اوكي، سافاير كريستال، فهي بتعطيها متانه اقوى للساعه، ونسبه النقاوه فيها فيك تقولي 9 من 10. النقاوه الاوليه هي 10 من 10 للالماس، فسافاير كريستال النقاوه تبعها 9 من 10. واو. الساعة الأخيرة الخامسة. الساعة الأخيرة هي ساعة سبيشال. طبعاً ساعة بتتصنع من 92 لليوم، بس الساعة هي اللي بيميزها ساعة اسمها إمرجنسي. ساعة الإمرجنسي كانت من قبل تكون كترددات عادية، إنه ممكن إذا مرقت أي ممكن طيارة أي شيء فيه تردد يعرف إنه هذا الشخص صاير معه حالة إمرجنسي فأنقصه. هلا هي الساعة أساسا فيها 2 كوك، الكوك الكبير هو عبارة عن الإمرجنسي كوك، هذا بس ينكسر، أوكي، بيطلع منه مثل كابل، هذا الكابل بتعلق بأي مكان، أوكي، وبصير بيعطي سيجنالز للساتلايت. هي الساعة في إلها 2 ساتلايت، أوكي، هالساتلايتات هدول كرمال إنه بس تصير معك حالة الإمرجنسي بتبعت بينج للساتلايت، الساتلايت بيعطي المكان اللي انت موجوده فيه، اوكي، المكان اللي انت موجوده فيه بتجي لعندك الشرطه بتاخذك، ممكن كهليكوبتر حسب البلد اللي انت موجوده فيها. نعم. هي من الساعات اللي كثير مهمه، والساعات اللي هي لازم يلبسوها اكثريه الطيارين من شان الامرجنسي. نعم. اخر شيء يمكن نتكلم عنه الاي وارنتي. الاي وارنتي هلا هن الساعات كلهم اللي عندنا برايتلينك معهم شغله اللي هي الاي وارنتي، اللي هي مو موجوده باي براند. نعم. هلا الاي وارنتي هذا بس تاخذي الساعه، نحن بنعرف الورنتي للساعات بتكون عباره عن سيرتيفيكيت، اوكي، وهالسيرتيفيكيت عباره عن ورقه، فبرايتلينج حسنت هي الشغله لحتى تكون سيفتي اكثر ومتميزه عنهم، وتحمي الساعه من اي
عملية بيع أو أي شيء ما تكون قانونية. نعم. هلا هي الورنتي ممكن إنك تستخدميها بأي مكان بالعالم، بس إنك تظهري الورنتي اللي هي موجودة فيها. أوكي طبعاً هي بتنقل المعلومات كصاحبة ساعة، بتصيري أنت كشخص معتمد إنك أخذتي ساعة برايتلينج وعنده الانفورميشن تبعك كلياتها. نعم، هذه الإي وارنتي حق جميع الساعات اللي تنباع عندكم، جميع الساعات برايتلينج. شكرا فادي على المعلومات القيمة. ثانك يو. شكرا لك، شرفتك. الزاوية الطبية في حياتي هي زاوية أساسية، اكثرت أمراض العصر واكثروا الأطباء، وعلينا اختيار الطبيب ذو الخبرة والاختصاص. شخصياً تمنيت أمنية، ومن كنت طفلة كنت أمسك لعبتين مو لعبة واحدة، وأحلم بأني أكون أم لتوأم. استضفتها في أحد البرامج وتعرفت عليها وتوطدت علاقتي فيها، واكتشفت أني ممكن أحقق هالحلم اللي راودني طوال حياتي بإجراءات طبية حديثة، ورزقني رب العالمين على يد هالإنسانة قبل ما تكون دكتورة، أبو بكر وعمر. حقائق ومعلومات عن أطفال الأنابيب تجهلها الكثيرات في فقرتنا الطبية، والدكتورة رائدة البدر السعدون استشاري نساء وولادة أطفال الأنابيب من مستشفى السيف. أنا ما أقدر أقول لك بس مساء الخير حبيبتي، أقول لك أحبك، أدين لك بالفضل، أنا وكثيرات من مرضاتك. يعطيك العافية، والله أنا أحبك بعد فطوم أقجلتيني. أنت الحين لازم تكونين إيموشن. I'm very emotional الحين، حتى بطلعين دمعاتي غصبا عني. كان ودي أجيبهم وياي عشان تشوفينهم، بس إحنا دائما يعني ندزدز صورهم حق بعض وتشوفينهم عن كثب. أنت من تحبين، عمر ولا كركور؟ اثنين وما أحبهم عيالي. ما يصير، أنت كنت تحبين واحد، كل فترة تحبين واحد. لا ما أقدر أقول، ما أقدر أقول، لما يكبرون أقول لك. دكتورة يمكن هذا فعلا كان يعني حلمي راودني، وأنت أقنعتيني بأن البروسيجر سهل. هو ما كان ذات ماتش سهل، يعني يبي له إصرار وعزيمة واستمرار، وفي أكثر من طريقة في الأطفال الأنابيب وفي التلقيح الصناعي. تعطينا الفرق بين الطريقتين. صح فاطمة، أنت كنتي شجاعة وكنتي يعني فاهمة القصة وعارفة ومقدمة بشجاعة على الموضوع. التلقيح الصناعي غير عن أطفال الأنابيب، التلقيح الصناعي مجرد نعطي أدوية ونحاول عن طريق حقن السائل المنوي داخل الرحم أن نحاول مثل الطريقة الطبيعية، طبعا يكون أبسط، بس فرصة الحمل تكون دائما أقل من 15 ماكسيموم 15 ل 20%، وهل نضمن أنه يكون توأم أو نضمن أنه يكون ثلاث أو نضمن أنه في حمل؟ ما نقدر نضمن هالشيء. نعم. بينما بأطفال الأنابيب الشيء شوية أكبر، نتوسع فيه أكثر، راح تاخذين أدوية وانت جربتي هالأدوية والشغلات هذه، وحاولنا يعني مثلا نسحب البويضات ونلقحهم ونحطهم في المختبر، وبعدين نرد الأجنة السليمة اللي على حسب رغبة الكابلز اللي يبونها. مثلا يبون نورمال بويز يحصلون نورمال بويز ان شاء الله، اذا يبون نورمال جيلز يحصلون نورمال جيلز، بس شنو كله بيد رب العالمين. اكيد إيه. طبعا اي تفضلي، توني بسالك اصلا. عفوا دكتوره، انا صار لي فتره قاعده اعالج، عندي مشكله بهالموضوع، بس بغيت استفسر، التلقيح الصناعي مضمون؟ يعني طريقه مضمونه 100% ولا بس كذي؟ لا ابدا، اصلا كل الدراسات العلميه تقول التلقيح الصناعي من 15 ل 20 اكثر شيء نسبه الحمل بس. اي زين، وشنو الفائده يعني عيال ما استفدت؟ ليش ما سويتي انابيب؟ ليه السؤال؟ انابيب حرام، لان احنا مو يعني مو صعبه حالتنا لهالدرجه. هذه كل الناس على بالها هالشيء،
بس اذا كانت فتره الفتره اللي تحاولين تجيبين فيها عيال طويله اكثر من سنه خمس سنين، معناته انت اصلا الحين لما تروحين تلجئين حق تلقيح صناعي اصعب، يعني اعتقد خطوه حلو. مو صحيحه. لا مو صحيحه، مو صحيحه المفروض تروحين لانك طولتي خمس سنين. يو ار تراينج. خمس سنين مو شويه. وكم مره سويتي الطريقه؟ ولا مره. قاعده استفسر هي يصير ولا ما يصير. خمس سنين وحاولتي كذا مره بشغلات معينه؟ لا لا لا، انا للحين ما جربت ولا مره. قاعده اسالك اذا مضمونه ولا لا. لا ما في ضمان. اذا مضمونه الواحد يسوي، اذا مو مضمونه ليش يضيع وقته ومجهود؟ طبعا تلقيح صناعي 15 ل 20، بينما اطفال انابيب على حسب عمرك اتوقع انها توصل بين 50 ل 60%، بس ما في شيء مضمون. على حسب العمر يعني كم؟ على حسب العمر. اقل من تحت ال 30. اي عيل ان شاء الله. اي تحت. انا 28 ان شاء الله اذا الله كتب. زين دكتوره، في مفاهيم خاطئه عن اطفال انابيب، واول ما جيتك ايضا تكلمنا عن هالموضوع، ان الطفل يكون شكله نفس الانبوب، انه قابل للكسر بشكل اسرع. يعني في، على فكره انت قلتي لي وانا فعلا الحين اخاف انه ينكسرون ينملعون. لا هذا ينملع اسرع من الطبيعي. بسم الله عليك. فعلا صارت عندي انا المخاوف، يمكن لاني سمعت ان في هالمخاوف، فهل هذه حقيقيه ولا لا؟ كل الناس على بالهم طفل الانبوب حرام نشيله من القرشه ونحطه، وبعدين لما يطلع مثل القرشه مثل الانبوبه. هو مجرد مسمى اصلا. انبوب احنا ما نحط انبوب، احنا نحط بدش، يعني شيء مدور، مو هو انبوب نفس اللي متخيلينه طويل. الياهل طبيعي ترى نفس الياهال اصلا. وايد الحين لو تروحين تمشين تلاقين ناس وايد عندهم ياهال ما تدرين هذا البيبي طبيعي او اطفال انابيب او تلقيح صناعي، لان هذه المشكله اصلا كبيره. وايد ناس قاعد تشوفين يا هالش كثر، هل تقدرين تفرقين بين هذا طبيعي ولا مو اطفال؟ انا ما راح تقدرين تفرقين. وبدليل انا وريتك كم مره بالعياده، وريتك صور، قلت لك قولي لي منو هذا الطفل انبوب ومن هو. قدرتي تميزين؟ ما قدرتي تميزين. فابدا هذه مقوله خاطئه ان طفل انبوب شكله غير ولا يحمل صفات غير او انه معرض اكثر حق الامراض الوراثيه. لا، إلا إذا كان في العائلة سابقة مرضية. إيه نعم. ممكن، لكن إذا العائلة سليمة ما فيها شيء، ليش يحمل هو أمراض زيادة؟ ليش يحمل؟ ما يحمل ريسك كانسر أكثر ولا شيء. نعم. طبيعي، حالة حال البيبيات الثانية، حالة حال أي ولا ينملع ولا شيء. لكن إذا انولد مبكر ينملع، حالة حال اللي انولدوا القدج. يعني مو عشان إنه هو طفل أنبوب ولا حقن مجهري ولا أي شيء ثاني. يعني الرعاية الخاصة فيه إذا كان هو من الخدج فهو يستحق الرعاية الخاصة. لكن غير كذي، غير كذي طفل طبيعي حالة حال البيبيات الثانية. إذا شلون تحددين هذه تحتاج تلقيح صناعي ولا هذه تحتاج طفل أنابيب؟ شلون تحددين من شكلها؟ تسوين تحاليل؟ إيه تفضلي. يا معودة أنا عشان بهالمشكلة مو مصدقه اني صرت احد مختص يعني، وما شاء الله يمدحونها. أكيد. دكتوره ناجحه وغنى عن تعريف يعني. فبعرف باي حاله يسوون طفل الانابيب، يعني ما يصير كذي مني وطريج اي وحده تي تسوي. مثلا احنا ما فينا وحده تيج ما فيها العقم القوي. صح. بس بعرف باي حاله أصلاً، واي افضل يعني. اصلا اطفال انابيب مو شرط يكون حق العقم. حق الحين اطفال انابيب معناته هو مساعد على الانجاب. في ناس تاخر وايد عندهم الانجاب، عشان كذي نساعدهم. طرق المساعده اما دكتوره متى يعتبر تاخر الانجاب؟ اذا طولوا اكثر من سنه، اذا كانوا اقل من 35 سنه وبعد 35 6 شهور. ليش؟ لان عمر المراه يعكس على نتائج عملياتنا. فاذا كانت اقل من 35 عندها سنه، بعد سنه نقول تاخر الانجاب. لكن بعد 35 سنة أقول عادة بين 6 شهور المفروض أنها تسعى أنها تحاول تعالج نفسها، عشان العمر وايد له إفكت على نتيجة العمليات. تلقيح صناعي، أطفال أنابيب، كل الأشياء اللي قاعد نسويها، عمر المرأة مو عمر الرجل حاليا. نعم. فمثلا الحين نادية سألتني شنو الأشياء، أقول لك أنه مثلا وحدة متزوجة صار لها أكثر من سنة حاولت مثلا بالتلقيح الصناعي. يعني إيه؟ اذا كان نروح بعيد. إيه؟ اذا كان زوجها يعاني من مشكله مثلا قله السائل المنوي او قله عدد الحيوانات المنويه، اذا كانت هي تعاني من ضعف التبويض، اذا كان عندها تكيس مبايض، اذا كان عندها بطانه الرحم المهاجره، اذا كان عندها والله كل هذيلا. اذا كان عندها اجهاضات من قبل متكرره. متكرره. ففي هالحاله ياثر دكتوره. طبعا كله ياثر. لازم فحوصات ولازم لازم فحوصات. وهذا اذا كان عندها انسداد في قنوات فالوب. في ناس ما عندهم شيء، ما سويت. في ناس ما يسوون اصلا القنوات فالوب، نلاقي بعدين فاطمه تينا حرام، نعطيها كلوميد، نعطيها اشياء، نلاقيها دكاتره عالجوها، لكن تجي اخر شيء نسوي لها الفحص هذا مال قنوات فالوب، نلاقي القناه مسكره، حرام. يعني معناته اعطيناها ادويه من غير داعي وحاولنا نساعدها، بس هي اوريدي عندها في شغله تمنع التقاء الحيوان المنوي بالبويضه.
فمسكينه عرضناها حق ادويه وعرضناها حق شغلات بدون ما نتاكد من حاله الانابيب اللي موجوده عندها. هني اهميه اختيار الطبيب المختص، لان الحرص على ان تسوين هالفحوصات هذه كلها هو اللي يميز الطبيبه. شو اللي يميز دكتوره رائده؟ بس اني عاطفيه وايد. هذه مشكله بالنسبه لك المرضى، حتى بعد العياده على طول على الواتساب على طول اتصال. وايد 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 حياتي شويه مو مستقره، لان وايد اتاثر بالعلاج المرضى وهذا، يعني اشيل همهم حتى حق البيت مرات وكذي، واطول واخذ وقت، وبعدين وايد وايد يتعب شغلي، حتى لما اكون تعبانه هم بعد ارد عليهم واحاول اسوي السايكلز وهذا، وانا من نوع بعد تعرفين ما احب اخذ اجازات الا اذا الشديد القوي. زين، بس يلا الله كريم، ان شاء الله ربي يرزق كل احد يبي عيال ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دكتوره، اخر التطورات في هذا العالم الحين شنو الاشياء الجديده اللي استحدثتوها عندكم؟ الحين في تقنيات جديده الحمد لله صارت، مثلا الحين في وايد من السناتر تنصح ان نسوي التشخيص الجيني حتى لو بقينا نسوي اطفال انابيب. ليش؟ لانه يقول في نسبه تشوهات في الاجنه اكثر في الاطفال انابيب، نسبة تشوهات في الأجنة نفسها، فالأفضل أن نشيك عليهم قبل نقرسهم في الرحم. هذه أول شغلة. الشغلة الثانية اللي هي تقنية الإمسي اللي الحين قاعد نسويها بالسيف، اللي هي نكبر الحيوان المنوي بدرجة كبيرة، نساعد زيادة إخصاب البويضة ونساعد على نسبة النجاح. فهذه التقنية الحمد لله احنا يعني مع الدكتور فراس النحال الله يذكره بالخير، الحين هو مع ولده وهذا. هذه من التقنيات اللي وايد قاعد تساعد وتقلل فرصة الإجهاضات وتزيد نسبة الحمل. في تقنية الحين بعد جديدة اللي هي ان نتأكد من بطانة الرحم متى مستعدة عشان تستقبل الجنين. هذه الحين قاعد نتعاون مع مركز في إسبانيا علشان نحدد البست تايم او الافضل وقت ان ننقل الأجنة فنزيد من نسبة الحمل. هاي من حق منو نستخدمها؟ نستخدمها حق الناس اللي عندهم فشل أنابيب متكرر، يعني حرام سووا أكثر من 4-5 مرات، في ناس يوني 10. فهذه الأشياء اللي أقدر أنا أساعدهم فيها، إن أتأكد من بطانة الرحم متى هي مستقبلة حق الأجنة اللي لم أحطهم. زين، طبعا يبي لها صبر ويبي لها رواء ويبي لها شوية استعداد من الكبلز، بس كلها بمصلحتهم. يعني هم كلهم 5 أيام لنقل الأجنة، نقل الأجنة بس. في سبحان الله في ويندو يسمونها نافذه معينه حق ان هذا الجنين يستقبل الرحم، اذا انت زدتي يوم ولا نقصتي يوم ما يتقبله. سبحان الله. فهذه نلاحظها في الناس اللي عندهم تكرار فشل انابيب. الشغله الاخيره اللي اقول عنها اللي هي في الحين لاحظت ان في الكويت في وايد عندهم ناس عندهم مشكله في مثلا شباب يجون عندهم قله سائل منوي او ما في، بنات عندهم فشل في المبيض. هذه بعد هم الاشياء الجديده اللي قاعد نحاول نركز عليها، ان شلون نحاول نمنعها او شلون نحاول ان نقلل من التاثيرات البيئيه حوالينهم. زين، شنو اللي يعني ياثر يعني بعدد مرات الاجهاض او فشل؟ ما نقول فشل، البنيه حملت الحين او السيده حملت، بس يصير معاها اجهاض متكرر عقب ما تحمل، يعني الجنين خلاص لصق بالرحم بس تجهض. شنو العوامل اللي شنو العوامل؟ الثلاث اشياء دائما نقولهم ونتكررهم. اول شيء البيئه، البيئه اللي داخل اللي هي الرحم. الرحم احتمال يكون في شيء معين يمنع ان الجنين يكمل، مثلا وجود حاجز، وجود التهاب في بطانه الرحم، وجود نتوءات، هذه ممكن تخلي حرام الجنين يجي يبي يلزق ما يقدر يلزق لانه مكان مو مهيئ حقه، فسبحان الله ما يكمل، او تدفق الدم ما ييله. هذه اول شغله. الشغله الثانيه ان جسم المراه ممكن يقتل الاجنه هذه، مثلا تكون عندها مناعه معينه بحيث انها تفرز سموم تقتل هذه الاجنه، فاحنا شنو دورنا؟ دورنا ندور التحليل معين ونشيك عليه، اذا كانت عندها فعلا هالاشياء السام المضاده او السموم هذه نقدر نعطيها علاج عشان نقلل من فرصه انها تجهض. الشيء الثالث اللي ناس وايد الحين ما يعرفوا الحمد لله قدرنا نمشي فيه، اللي هو ان الجنين نفسه يكون مخلق غلط، يعني سبحان الله يكون جنين هذا بويضة مع حيوان منوي كونوا جنين بس مو متناسق، فما يثبت، او انه يبدا نبض ما يثبت، رحمه من رب العالمين ترى، لكن احنا نقدر نقلل من فرصه انه ينجهض ان نشيك على الاجنه قبل لا نحطها بتقنيه التشخيص الجيني اللي هي البي جي دي. نعم. عفوا ممكن سؤال دكتوره، كم مره المفروض انه اذا ما يعني مو من اول مره صارت التلقيح الصناعي
ايش كثر تنصحين ان الواحد حلو حلو هذا سؤال ناديه. انا اقول دائما حق الكابلز اللي يوني او المراجعين ان لهم على حسب العمر، طبعا انت عمرك اقل من 30، فاقول لك من 3 مرات لست مرات تقدرين تسوين التلقيح الصناعي، بس على شرط انك تسوينه متتابع. ليش؟ ورا بعض كل شهر. كل شهر ليش؟ لان نسبه الحمل تزيد لما تسوينها متتابعه، لكن لو سويتي مثلا الحين 1 وبعد 6 شهور سويتي تردين على مرحله الزيرو ما يصير. اي مو ما يصير، يصير هو ناس وايد يسوي، بس انت تبين نسبه الحمل تزيد وتصير اكثر شيء، ما حملتي الشهر الاول تسوين الشهر الثاني، الشهر الثاني، الشهر الثالث، بعد 6 مرات من التلقيح الصناعي ما في فائده من التلقيح الصناعي. كافي ما يصير أكثر. ما في فائده، خلاص ما راح تزيد نسبه الحمل. ليش دكتوره؟ كذي علميا لقوا انه خلاص بعد 6 مرات ما يفيد. فشي اسوي؟ تروحين حق اطفال انابيب. اطفال انابيب بس إيه؟ حتى لو عمري صغير وحتى لو ريلي صغير وحتى لو ما ولو على شغل. في ناس ما عندهم سبب حق انه يصير عندهم تاخر في الانجاب، الزوجه ما فيها اي مشكله والزوج ما في اي مشكله، لكن مرات يحتاجون اطفال انابيب. سبحان الله نلاقي انه يمكن البويضه ما تتلقح بالحيوان المنوي، ما نكتشف الا بالمختبر. وفي ناس وايد على بالهم انه لو حملوا باطفال انابيب معناته المره الجايه لازم اطفال انابيب، اصلا كلام غير علمي، لان اهم بعد من تجاربنا انه وايد يحملون اطفال انابيب بعدين يجون عند حامل الزوجه حامل. ها شنو دكتوره انت تقولين ما نحمل الا باطفال انابيب؟ اقول انا مو رب العالمين، بس مثل ما قلت لك في شغلات الواحد على باله صح يسمعها من فلان وعلا، لازم تاخذينه من دكتور متخصص بالعقم. دكتورة يمكن خذينا وايد وقت وما تكلمنا عن الجندر سلكشن، ولو باختصار شيء وبعجالة نتكلم عن الجندر سلكشن لأن نبلغ الناس ونقول لهم إنه ما زال يعني أو مو ما زال إنه تقدرون فعلًا تختارون جنس المولود ذكر أو بنت، ومدى دقة هذا التحليل. إحنا طبعًا في طرق كذي، ناس تعتمد على الصيني، ناس تعتمد على الحمية، ناس تعتمد على طريقة قربلة الحيوانات المنوية مع التلقيح الصناعي. طبعًا أنا بالنسبة حقي علميا ما أؤمن إلا بشيء اسمه أطفال أنابيب تحديد الجنس قبل غرس الأجنة، اللي هو أن نشيك على نفس الجنين، هذا ولد نورمال وبنت نورمال، ونرجعهم نسبة الحمل فيها من 50 إلى 60. إذا حملت الوحدة 99.9 أعشار هذا الجنس المطلوب. أنا ما أقدر أقول بعد 100%، لأن كله بيد رب العالمين، يخلق ما يشاء في داخل الرحم، ما نقدر إحنا سبحان الله يقول حق الشيء يكون فيكون. وأنا مو إن أنا أقول لها لا بتحملي، لا في فرصة حمل زيادة، لكن إن تحملين 99.9 أعشار إذا كان أطفال أنابيب عن طريق تحديد الجنس قبل غرس الجنين. لكن يجي حق التلقيح الصناعي، التلقيح الصناعي ممكن 70% إذا حملت يكون ولد. الحمية عاد تختلف عاد على حسب الزوجة قاعد تأكل بأمانة الحمية عدل ولا لا. أنا واحدة ما أؤمن بهالشغلات. كل شيء بيد رب العالمين. الله يرزق كل إنسان أو كل إنسانة يبون أولاد أو بنات. وشكرا لك دكتورة رائدة. حبيبتي والله. أنا قلت لك ما يكفيني إني أشكرك. لا والله فعليك يا قلبي. شكرا لك. إي حياك الله يبارك. الحياة جميلة وحلوة بس محتاجة شوية صبر والكثير من القوة. خليك قوي وصبور تصبح إنسان سعيد. أنا بخليكم وأرجع لكم أكثر قوة وأكثر سعادة. خلكم في حياتي. الاهتمام بالمظهر الخارجي زاوية مهمة من زوايا حياتي، والمظهر الخارجي مرتبط بأمور وايد اللي تهم المرأة مثل الميك اب والتسريحة والشعر وغيرها من أمور التجميل. أنا اليوم اخترت لكم صالون عجبني وايد، حابة أعرفكم عليه وأبين لكم أسلوبه المميز بالعناية بالشعر. خلونا نشوف التفاصيل بهذا التقرير في صالون بيوتي هوليك.
يا هلا وسهلا فيكم وعزيزتي حواء، هذه الفقرة مخصصة لك. طبعا الكثير من الأسئلة تيني عن طريقة العناية بالشعر والبشرة وما إلى ذلك. اليوم خصصت هذه الفقرة للحديث عن العناية بالشعر. وايد يسألوني شنو أفضل فطوم، الكولاجين ولا البروتين ولا البوتوكس للشعر؟ طبعا أحب أني أقول كل علاج من هذه العلاجات متخصص بشيء معين. على سبيل المثال مثل ما أنتم شايفين ويانا، الكولاجين والبروتين يساهم في التقليل من تقصف الشعر ويعطيه لمعة، هو بس علاج للتقصف ما يزيد الكثافة. لكن والبوتكس أيضا نفس الشيء، يعطي لمعة للشعر ولكن ما يزيد الكثافة. البي آر بي كثير منا يخافون من الابر وحقن الابر اللي هو ابر البلازما اللي يسحبون جرعه قليله من دمك اعتقد 8 ام ال ويحقن ويطلعون منه البلازما الصفراء ويحقنونها في راسك. هذه لازم تكون 3 جلسات وبالفعل تفيد في تكثيف الشعر. لكن اليوم راح اتكلم عن علاج جديد اللي هو السيريوكسيل. السيريوكسيل راح يغنيك عن زراعه الشعر وايضا عن استخدام البلازما. هذا التريتمنت طبعا تريتمنت جديد نازل بالسوق، واحنا دائما في فقرتنا هذه نبحث عن افضل واحدث العلاجات اللي نازله. هذا مره اسبوعيا تسوين العلاج في الصالون، جلسه مدتها ربع ساعه، عباره عن شامبو يغسلون لك الشعر ويقشرون فروه الراس، وعقبها يحطون سيروم معين وفوم للشعر. عقبها تقدرين تستخدمين شعرك بالطريقه اللي تبينها، بالفير ولا السشوار ولا تمشطينه تسوي له هواء كيفك. ما يدهن ويعطيك فوليوم، يعني انستنت فوليوم، تحسين من اول جلسه فعلا عطى فوليوم للشعر. هذا مدته 3 شهور، جلسة أسبوعيا في الصالون، ويعطونك معاه علاجات في البيت مثل الشامبو والفوم والسيروم تستخدمينها يوميا. حتى لو ما غسلتي شعرك بالشامبو يوميا، على الأقل السيروم والفوم لازم يوميا للشعر. ومثل ما قلنا دام انه ما يدهن فالشيء جدا بسيط انك تستخدمينه باليوم لمدة 3 شهور. طبعا من أفضل الأشياء اللي يسويها هذا العلاج خلال 3 شهور بدون زرع الشعر، بدون الاكستريم بروسيجرز اللي احنا نسويها ونفكر نسويها، راح تطلع لك 1700 شعره تنبت في راسك فعليا. غير كذي راح يساهم في علاج التقصف ويعطي لمعان للشعر ويغذي فروه الراس ويشيل منها القشره. فانا اشوف ان السيريوكسيل هو افضل علاج حاليا موجود في الاسواق وفي بعض الصالونات، مو كل الصالونات. وبيوتي هوليك اليوم احنا في استضافتهم او في ضيافتهم، وراح اسوي معاهم اول جلسه لي من هذا العلاج الخطير. خلونا نشوف مع بعض العلاج ونرجع نشوف هل فعلا عطى فوليوم لشعري ولا لا. We'll be right back.
مثل ما شفنا مع بعض علاج السوريوكسين اللي يغنيك بالفعل عن عمليات زرع الشعر وعن ابر البلازما المتعبة والمؤلمة لبعض الناس. هذا مثل ما قلنا راح يكثف الشعر ويوقف التساقط من اول جلسة. اما كثافة الشعر على مدى 3 شهور راح ينبت 1700 شعرة في رأسك حقيقيا. وهذا العلاج انا سمعت عنه وايد واليوم سويت اول جلسة وراح اوافيكم بالاخبار بعدين. انا قاعدة اعلمك طريقة جديدة، طريقة تشاينيزية في القص، مو طريقتك الفاشلة مقص مكعبات ماجي. يعني اشكره بتوري المشاهدين اني انا احسن إن منك. أيوة. احسن وانا طباخة. ايوة بصراحة ما اعرف اطبخ وايد وعادي ما عندي مشكلة. انت من الويوه اللي تجكرهم الكاميرا على فكرة. ايه تصدقين انا وتمتنهم. تمتني وايد، يعني انا اضعف بوايد من لما الكاميرا. الكاميرا صحيح. وحتى بالصور وايد يقولوا لك ان انت شكلك غير لما احلى بوايد وقصاصه ومواعيد طويله وضعيفه ومو نفس الكاميرا، بس يلا ما يخالف تمتن الكاميرا وامنا بالله. بس تطول ليش تهجين؟ لان البس كاميرا. يعني ليش يعني اكيد تعرفين ليش. منو لقب نادية بالفراشة؟ لحظة أبيهم. قبل الفراشة كل هذا ليش؟ بس بفهم أبيهم والله يعانى بس ما راح أكل مكرونتج حبيبتي. والله لا تأكلين عشان لا تشين المصح. إنزين بالفراشة منو لقب نادية بالفراشة؟ ما أدري بالإنستغرام. نعم وايد يقولون الفراشة نادية الفراشة نادية الفراشة نادية. ترى توج فاتشة الإنستغرام مسرع ما شقح ما أدري كم ألف. إيه ما شاء الله يعني. الحين يقولون شارية. بيوصل 50. صار لي شهر ونص. زين. ومعني للحين ما اشتغلت ولا عمل تلفزيوني. وما طلعت ببرامج وايد. والحمد لله عندي يعني. زين. قاعد ينشهر شوي شوي إنستغرامي. العصفورة قالت لي إن في عمل قاعد تقرينه. حبيت العصفورة مالتك. عصفورتي ترى قوية أنا. وعصفورتي إن. يوم ما. إخراج شروت. شوفي انا للحين ما يعني ما اعطيتهم الاوكي، قاعده اقرا النص حق الفنان النجم احمد جوهر. نعم. والمخرجه اللي انا وايد احبها وكن لها كل احترام شروت. طبعا عرض علي وايد اعمال، ومع ان اخر احنا توني يعني خلاص الحين خلصوا حق رمضان. نعم. اخر شيء انا رديت، اعلنت ردتي توني ما صار لي حتى شهرين. نعم. مع هذا الحمد لله انعرض علي وايد اعمال بس ما يناسبوني، يعني الادوار ما تناسبني. نعم. والدور هذا ودي اشتغل مع نجم مثل. نعم. احمد جوهر، بس للحين قاعده اقرا النص وان شاء الله خير. ان شاء الله كل التوفيق لك. احنا ناطرين. واكيد انا طبعا اوجه تحيه حق شروت حبيبه قلبي. وبس نذكر قبل لا نطلع فاصل مشاهدين بمقادير الحساء اللي سويتيه. اي بس نشوف عاد حلو ولا بس. طبعا المعكرونيه العريضه الصغيره. نعم. بلاس فلفل اسود طبعا صولد. وشنو بعد؟ معجون طماط. نعم. وبصل وزيت بس دهن. دهن هذا. نعم. نعم. بس يعني طبخة لذيذة وحلوة وأنا أحبها وايد. أنت تقريبا مكرونتك خالصة تقريبا. نعم. إذا نطلع فاصل ونرجع وناكل مكرونة. أنا يمكن أكل بالفاصل. إيه. عادي والله حلوة حرام عليكم. من الزوايا المهمة في وقتنا هذا هو الزاوية القانونية اللي كل إنسان عليه أنه يتعلم منها، اللي له واللي عليه لمواجهة أي مشكلة بقوة وحزم. خلكم مع الأستاذ المحامي سعود العبد المحسن ومعلوماته القانونية القيمة. مساء الخير، اليوم نتكلم عن حقوق الزوجة، ومن أهم هذه الحقوق النفقة. كثير من الأزواج يتعسفون مع زوجاتهم في الإنفاق عليهم، ويعتقد أنه هو مو من حق الزوجة أن تطالب بالنفقة اللي هي تبيها وباحتياجاتها الزوجية في المنزل. نعتقد أن الزوج هو ملزم
بحسب مقدرته وبحسب قدرته على الإنفاق، وبالتالي هذا الكلام غير صحيح، لأن الزوج ملزم على حاجيات الزوجة وأساسياتها في النفقة، مثل الطعام، مثل تأتيث المنزل الزوجية، كذلك نفقة الزوجة في التطيب أو العلاج أو مصاريف الدراسة للأبناء. الخدامة والسائق يحددها دائماً قاضي الموضوع بحسب قدرة الزوج، سواء كان يسراً أم عسراً. كثير من الزوجات يعتقدون أنه مو من حقها أنها تطالب بالنفقة فقط بالمصروف اليومي اللي يعطيها إياه الزوج، وهذا الكلام مو صحيح، لأن الزوج لازم يصرف على حاجيات الزوجة دام أنه هي في منزل الزوجية معاه، وأيضاً ما يكلف الزوجة من مالها الخاص بالإنفاق على منزل الزوجية إلا طواعية منها. طبعاً للزوجة أنها تأخذ النفقة هذه سواء كانت هي ميسورة الحال أم معسورة الحال، سواء كانت غنية أو تعمل ولديها راتب. كثير من الأزواج يعتقد أنه معفي من هذه المسؤولية، ويحاول أن يتنصل من هذه المسؤولية نتيجة يسر الزوجة وغنائها الفاحش. طبعاً كثير من الأزواج يعتقدون أن الزوجة ممكن أنها ما ترفع قضية في حال إذا هو كان خارج الكويت أو كان في مهمة عمل خارج الكويت، سواء في الدراسة أو من الأعمال الحرة، وهذا الكلام مو صحيح، لأن الزوجة ممكن ترفع نفقة في حال غياب الزوج والطالبة بالمبالغ من تاريخ الامتناع عن هذا الإنفاق. لازم الزوج يكون حريص في الإنفاق على زوجته، ويتأكد أنه قام في واجباته وفقاً لقانون الأحوال الشخصية اللي ألزم الزوج بالإنفاق على زوجته منذ العقد الصحيح. كثير من الزوجات يعتقدون أن زوجها غير ملزم بالإنفاق عليها إذا كان ما عنده أي مصدر من مصادر الدخل وغير قادر على الإنفاق عليها، فالزوج هني ملزم بالإنفاق على زوجته سواء كان ميسر الحال أم معسر الحال بقدر استطاعته على الإنفاق. يحق للزوجة رفع دعوة قضائية ومطالبة بالنفقة من تاريخ امتناع زوجها في الإنفاق عليها. انتشرت في الفترة الأخيرة كثير من الأزواج يعقد على زوجته بعد عقد القران، وبالتالي يسافر بالخارج وما ينفق على زوجته، ويعتقد أنه غير ملزم بالإنفاق عليها إلا بعد الانتقال وتأثيث منزل الزوجية أو بعد ليلة العرس والدخول بزوجته، وهذا الكلام ما هو صحيح، لأن الزوج ملزم بالإنفاق عليها من بداية العقد الصحيح. أيضاً كثير من الأزواج يعتقدون أنه لا يساءل في حال إذا ما تم الإنفاق على زوجته إذا كان خارج الكويت أو كان في فترة الدراسة، وفي حال الامتناع عن دفع هذه النفقات راح تدفعها بأثر رجعي من تاريخ رفع الدعوة القضائية والمطالبة في تلك النفقات من زوجتك. دير بالك، ترى زوجتك راح تحط عليك ضبط وحضار ومنع سفر، وتتخذ فيك إجراءات قانونية نتيجة امتناعك على مثل هذه النفقات. أيضاً كثير من الزوجات يعتقدون أن النفقة هي اعتبار مصروف يومي، وهذا الكلام ما هو صحيح. النفقة هي بكل حاجياتك الخاصة، سواء الصرف على الأبناء أو الصرف على الخدامة أو تأثيث منزل الزوجية أو إلى غير ذلك. أيضاً كل زوج وزوجة في حال أي واحد قصر في التزاماته راح يحاسب بالقانون. للزوج وزوج التزامات وحقوق، للزوجة حق في النفقة وللزوج التزام بالإصراف عليها بالنفقة. وأيضاً لا تنسى كزوج أنه ممكن أنك أنت تكون مساءل قانوناً وترد تسدد كل النفقات اللي ترتبت بذمتك، وهذه النفقات ما راح تسقط إلا بالإبراء أو بالمخالصة من الزوجة نتيجة تكبد مثل هذه النفقات تحت ذمتك. يحق للزوجة أن ترفع دعوة قضائية وبالتالي تحاسب الزوج نتيجة هذه النفقات. رسالة حق كل زوج وزوجة، يا زوج لا تمتنع في الإنفاق على زوجتك وعيالك، لأن أنت ملزم وفقاً لقانون الأحوال الشخصية. أما زوجة فإذا امتنع زوجك على الإنفاق يحق لك رفع دعوة قضائية، وبالتالي راح تأخذينها بأثر رجعي وعن آخر سنتين ماضيتين. وإن شاء الله نشوفكم في الحلقة القادمة. أنا عشان ما تقولي ما دلعتك إنزين وتقولين ظليت واقفة قاعدة أطبخ، أنا راح أنشبلك بنفسي طبختك. بس هذا اللي قدرتي عليه. أنا طبخت وأنا قصيت بصل وأنا اللي حسته وأنا اللي سويت وأنا اللي فحت المعكروني، أنا اللي سويت كل شيء. أنت بس باردة مبردة، يلا ما عليك. بس في سبب إني قاعدة أنشبلك. عشان تاكلين. لا بجرد فيك. لا حبيبتي بالعافية، والله حلوة صراحة. بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا الود ودي اكله كلها، فعليك تحب المعكرونه. شنها يابسه؟ شنها مو حلوه؟ اكيد.
زين لذيذه. وتدرين ليش انا ما احب، تدرين ليش ما احب اخليها وايد يعني كذي مستويه وايد يعني فهمتيني؟ احبها شويه كذي عشان لا تصير وايد نفس العينه عرفتي. ما نحط لها صوص معين ولا عاد كيفك انت كل واحد وذوقه. انا صراحه رايلي بالبيت ياكلها مع مايونيز احبها، وناس ثانيه تحط، تقدرين تحطين كاتشب، ناس تحب ما ادري شنو شو اسمه هذا حر فلفل، كل واحد يحب، كل واحد وذوقه يعني. ممكن طبعا تزيدين عليها مشروم خضار اللي تبينه. اللي تبينه طبعا اكيد، بس انا احبها كذي مثل ما انا احبها سويتها عرفتي. نعم. اذا مكرونه ناديه وحضورك نورنا. فديتك، مشكوره وايد على الاستضافه الحلوه، وانا وايد استانست معاكم. ابي اشكر المعد نايف اليوم مو موجود، وابي اشكر كل المصور والمخرج واللي فوق فطوم لبنانيه تحب الوايد حبيتها. بشكرك انت وبشكر كل الشباب طبعا. شكرا لك ناديه، نورتيني، نورتي حياتي وايد. وانا بصراحه انت صديقتي الصدوقه يعني من احلى صديقاتي. حياتنا حلوه إذا رسمناها وخططنا لها بالطريقة المناسبة، عشان كذي على كل مرة تقضي أغلب وقتها في ممارسة الأشياء اللي تحبها وتعشقها، وما تخلي أي مؤثر خارجي يخرب عليها دقيقة واحدة من وقتها. وقتي مهم وحياتي أهم، عشان كذي أشوفكم في حياتي السبت الجاي. مع السلامة.